كيف صارت إيدك؟ ما في شيء. المرة الجاية بده يفصلك لكان. مفكرة إذا كنتي بحاجتنا رح نقعد نتفرج. عاملين لي فيها مثل الأبطال الخارقين يعني؟ أي أصلاً هاي المشاكل كتير تافهة علينا، ما متعودين. هلأ المهم أنا جعت كتير، بتكون ناكل بيتزا؟ أوكي. جوكهان، أنت صوتك حلو على التليفون، شو رأيك تطلب البيتزا أنت؟ سمعني شوي أجوز. شو هالتافهة مروة؟ مين الحيوان اللي بيصمم تطبيقات لعب بالصور ليطلعوا هيك؟ لا أنا بس بدي أعرف مين هالحيوان اللي مخترع هالبرنامج لحتى عم يخلي البنات يضحكوا علينا هيك يا أبشع بنت بالعالم بيخليها أحلى بنت بالعالم، ليكوا طلعوا على هي. لا بقى بدهم يضلوا البنات يضحكوا علينا بهي البرامج، يضربوا هن واللي عملوا. خلصنا بقى ملينا، أنتم ما عم تحسوا فينا يعني. ألو إيه مروة، شو هي الصورة تبعك؟ اللي شبهها يعني مو طبيعي الواحد ينزل ستوري بهالشكل، نجيب محفوظ ما عنده قصص قدي. ما بتخجلي؟ ايه؟ اسمعيني منيح. مين هذا العاشق المجهول 34؟ حاطط لك اعجابات على كل شيء. بعرف اتصرف، لا تتدخل. الو؟ مروة؟ ايه وهلا شو الحل؟ قولوا لي. أول شيء لازم تجيب رقم تليفون العاشق المجهول 34. بعدين بتروح على تواليت الرجال وبتكتب محادثات ساخنة على كيفك وبتحط الرقم تحته. أنا أوغوز أونال، ما بكون مع الصايع آدمي، بكون معه ولد صغير بنزل بالمستوى لأسفل مكان ممكن، بعمل هالشي ببلاش. الحياة هي بيتزا، بيجامة، مكائد، شغلات بسيطة. في شي بيضحك؟ ايه طبعاً بدي أضحك، شو فهمك بالحب؟ مفكره لعبة؟ ما أحلاني وأخذ نصيحة منك. شو فهمني؟ اسمع لقلك، الحب هو كيت أبتون، في مواضيع لازم نقعد وناكل البيتزا لنحلها يا كيت. لا تسألوني عن الحب وأنا عندي أربع أقسام بقلبي فيهم أربع رفقات. أنا بوس. الحب هو الخوف من الخسارة يا أخي، خسارة شخص غالي. القاعدة الأولى لا تضغط عليها كتير، القاعدة الثانية خليك هادي وشخصيتك غامضة كمان. تصرف كأنك مو مهتم أبداً، دائماً بتنفع. مرحبا، في حدا قاعد هون؟ ما بتشوفي؟ كون هادي وغامض دائماً بتجيب نتيجة وأكثر من ما بتتوقع. هادي وغامض. في ناس عم يتقربوا من مروة وأنا لازم أهدى برأيك وكون مسترخي مو؟ أنت اسمع كلام سنان، البنات بيوقفوا على الدور وراه وما بتغيب الشمس عن صفهم. يا عاشق يا ولهان. ألو. شو يا أخي فصلت؟ هلأ من كل عقلك مفكرة رح تعبرك أصلا؟ تراهن؟ أنا اللي براهن، البيتزا على حسابك وكل الأسبوع، اتفقنا؟ افتح السبيكر وتسمع. ماشي. أوغوز بلا حركات وسخة. أكيد ولو ولو. أوغوز خلص. جوكهان اطلعي حواليكي، كلياتهم ما عندهم طاقة وضغطهم نازل، من وجوههم بتعرفي إنه خالص شحنهم. أما أنتي في ابتسامة كتير حلوة على وشك، كمان خطواتك فيها حرية وثقة كبيرة، كتير واضح إلي إنك واثقة بنفسك.
وغالباً برجك هو القوس. أنا وبرجي ضغطنا نزل بفضلك طبعاً. اسمعي، ريحتك كتير طيبة، إذا تسمحي لي قلي لي شو اسم العطر؟ شو هو؟ اسمع، أنا بستعمل معطر جو بريحة نسيم الربيع أو أمواج المحيط أو شي بيشبهون، شو رأيك؟ حلو ما؟ عن جد؟ ما فهمت. أنت غبي شي يعني؟ أه؟ أكيد أنت غبي، ما كنتوا تنقردوا بقى؟ استني بس شوي. يمكن هذا الشي سخيف ورح تشيليه من مخك فوراً، كأنه لما بتطلعي فيني بصير اسمع غنية ما حدا غيري بيقدر يسمعها بهاللحظة، شان هيك لازم تعطيني فرصة لنسمع هالغنية سوا لأنه يمكن تعجبك. ايه عم اسمعها، سمعتها وانا عن جد ما عاد بدي اسمعها بنوب. شغلة اخيرة بالاخير. بدي اعمل عرض لطيف لعرفك فيه عن حالي، شو رأيك؟ ماشي يلا تفضل هات لشوف. جاهزة انتي لتشوفي عرضي اللطيف؟ جاهزة طبعا، هات لشوف. غمضي عيونك. تمام، كمان رح اغمض عيوني. مو مني أنا؟ أوغوز! أوغوز! بس أوغوز! أنت بالغلط إجيت على هالحياة، كول! جبت أعلى رقم باختبار الذكاء يا أخي. إيه كتير واضح. هلأ خلصنا، بكفي حكي فاضي، يلا اطلب لنا البيتزا لو سمحت. لا استنى، الشرط بعده شغال. اسمعوا عندي سر، تعالوا اسمعوا. بدي إلكن إنه مدير المدرسة طلع عم يتواعد مع أم واحد من الطلاب. لا تقول، عم تمزح. عن جد عم تحكي؟ طبعاً جد، شفته بعيني. استنى دقيقة، لا تكمل. هاي الست زي ليش عم تدق؟ تخانقنا الصبح، ما بدي إياها تفكرني أخذت موقف. شو؟ ألو؟ قلنا مين؟ تمام، ما بعرف. تمام، برجع بحكي معك، لازم سكر هلأ. تمام، بوساتي لورتي الحساسة، يلا باي. إيه؟ دلع ورتي الحساسة. أوغوز، شو قلت لها من شوي للخالي زيليش؟ ورتي الحساسة، هذا كان لقب القديم، وعلى الإنترنت كمان هيك كاتبة اسمه الوردة الحساسة. سنان، شو بدك فيه؟ اللي مين ولية الأمر؟ وأنا شو بيعرفني؟ يعني مين ما كانت، كيف بدي أعرف؟ فكرتك بتعرف وحابب تحكي مو تخيلوا معي مين ممكن تكون؟